And you must guess who it is. Yes, that's a good game. Right. Who is it? Quiet, man or woman? Man. Young or old? Old. Old. English? No. American? No. Egyptian? وحياتك غمستين وكلمته بكل حنان وحنان وعملت له كمان مكتب فيلم المراهقات. انا كانت عماله تسب اللي رشدي قبضها بعينيه ومع ذلك تربس وخاف. انتي رخصتي السبع مرور ايه؟ القاهره. خلاص ولا يهمك، بكره الرخصه هتكون عندي. قدها وقدود، انا من بكره همشي على 160. لا يا سالو، انا حدود ارجع الرخصه لغايه 120 وبس. Thank you.
كنت قلقان قوي، كنت خايف لما تعرفيش توصلي. ليه قالوا لك عليا خواجايه؟ لا مش القصد، بس الحته مقطوعه. اهلا وسهلا يا مدام، شرفتينا ونورتينا. اهلا يا حاج. اهلا بيكي. هي دي بقى حته الارض؟ ده ارض مبروكه ورزقها واسع. حسبي يا مدام، الارض طريه. ولا يهمك، مساحتها قد ايه؟ فدانينه تلت يا هانم. وعايز تبيع بكام؟ خلي بالك انا فلوسي كلها جاهزه. بصراحه انا كنت طالب 80,000 جنيه في الفدان، فعشان خاطرك وخاطر الفلوس الجاهزه ب 75,000. وانا اشتريت يا حاج. والف بركه. طبعا اذن. اتفضلي. بقول لك ايه؟ ايوه يا مدام. تتصل بالمحامي وتحدد معاه ميعاد عشان يجي يخلص مع الحاج. بس بقول ايه يا مدام؟ انت استعجلتي قوي، الارض دي كان ممكن تخلص على 70,000. يا واد ما تبقاش عبيط، الارض كل يوم بتغلى، اعمل اللي بقول لك عليه. بص بقى. بص كويس. الشكل ده ما شفتوش قبل كده. الحقيقه يا مدام الواحد اتعرضت عليه خلق اشكال والوان، ولا شكل فيهم لزق في النافوش. يا واد بحلق كويس، بص. لا يا مدام ما اعرفوش، ويطلع مين عبد الحميد رأفت ده؟ واحد من المهمين في البلد. ربنا يزيد لنا فيهم ويبارك. لا يا مدام ما كدبش عينيا، ما اعرفوش. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما حقن الماكس خلتك اطبش وما بتشوفش، يا اما انا بقى اللي مخي ساح. يو يا مدام. نفذ اللي بقولك عليه واتصل بالمحامي قبل ما حد من العتاوله الكبار يلحف الارض. حاضر. يلا سلام عليكم يا رجاله. مع الف سلامه يا سلام. هنيت وشرفت. سد خطوه السد. شرقي تمويه بشمالك. بالشمال يا سونيا. ناعم يا سونيا ناعم قوي. حلوه. برافو سونيا، برافو سونيا. بقى بص دي بقى، بص دي. كم مرة في المسجل إبراهيم؟ أيا كانت وأينما كانت أنت تحسس طريقة سياسية، تخش في تجربة أنظمة مختلفة من أجل الوصول إلى شكل سياسي يلبي رغبات الجماهير وطموحاتها. من هنا، ودي مسألة حتمية، جاءت تجربة التعدد الحزبي اللي حضرتك أشرت إليه. أنا أحب أضيف لكلام سيادة الوزير عبد الحميد إن الأحزاب السياسية الموجودة أنت مهتمة بالسياسة تعبر عن القوة السياسية زمان. الموجودة في الشارع المصري. في مجال السياسه الخارجيه واللي اصبح ليه وزن. عبد الحميد ده لقى راجل مهم جدا، ازاي انا ما كنتش واخد بالي منه؟ افتكرته؟ بصراحه هو شكله مش غريب عليا، اصل انا مش مهتم بالسياسه، ما بحبهاش، دي حتى نشره الاخبار بالعربي ما بشوفهاش. بس لو حضرتك رجعت شريط ده تاني يمكن قوي مخي يقول حاجه. مخك مش هيقول حاجه عشان الهدار اللي بتاخده ده سيحه. بس انا بقى رجعت الشريط في دماغي من ساعه ما شفت صورته. وعرفت هو مين؟ السياسة بتمثله بالنسبة لباقي الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية الآن. أنا أؤكد لجماهير الوطن الحبيب إن الحزب الذي أنتمي إليه وهو في نفس الوقت حزب الجماهير هو الحزب الذي يعمل بصدق دون الدخول في مزايدات أو مهاترات من أجل ديمقراطية صحيحة.
انا مين يا هواشم؟ هشوف لحضراتكم الترابيزه. لا ما تتعبش نفسك، احنا مش جايين نسهر، احنا جايين في مهمة، عايزين نقابل مدام شمس. اتفضلوا. وصل الجواب قبل المدام سوري. دول معايا ده هواشم. اتفضل. البهوات عاوزين يقابلوا مدام سونيا. اتفضل حضرتك. اتفضل. مين فيكم ترتر؟ عايزين نقابل المدام. سوري المدام ما عندهاش وقت تقابل اي حد خالص، يا دوبك عندها 7 دقايق تغير فيهم بدله الراس وتاخد نفسها يا حبه عيني. احنا عايزينها دقيقه واحده من السبعه دول. صعب قوي. الروب فسح يا سيدي، فسح فسح. قلبين حضرتك ما تعرفناش. فل يا روحي، كلك نظر. انا مدير اعمال المدام. واسم الكريم ايه؟ شفيق ترتر. عاشت لسامي. الا ممكن يا سي ترتر تدي الكارت ده للمدام وتقول لها ان انا عايز اقابلها حالا؟ يلا يا اخويا. من عينيا. لسه شويه. أنا ترتر. أشوف حسنك أسمي عليك مين الحسد، ولا مرة بتيجي يامي يامي ولا مرة بتقصر. خير في إيه؟ في راجل بره باين عليه من اللي بيضرب لهم تعظيم سلام، مناخيره لفوق وأنزوح قوي، وقال إيه؟ عايز يقابلك حالا. وكارته يطلع إيه خالد مذكور ده؟ ولا عمري سمعت عنه. هاته. عينيا. بعد دقيقتين. على فكرة. مع راجل ايده زي المرزبة، الظاهر انه بيحرسه. هو لوحده. ادي اشارة للانوجة عشان يقسم شوية صبر، وللمطرب يليل على ما اشوف ايه الحكاية. يلا. عينيا. يا اختي شد شوية. حاضر اهو. شوفي من ورا. جميل. تعال تعال عندنا. تحت امرك يا استاذ. عندنا حفلة صغيرة ومحتاجين حضرتك. حفلة صغيرة؟ يبقى حضرتك مش محتاج لي، محتاج لرقاصة صغيرة. لا ما اقصدش، قصدي حفلة كده على الضيق. برضه مش أنا، أنا أصلي ما أعرفش اندمج إلا في الزحمة، أحب الهيصة والناس الكتير. نعيمة حضري البدلة اللي هختم بيها. حاضر يا مدام. أوضح لحضرتك الحكاية. أنا مستنياك تعمل كده. حضرتك ليكي في السياسة؟ اللي ليها في الرقص، ليها في كل حاجة يعني. يا خالد بيه بيزور البلد اليومين دول ضيف مهم. مش ده اللي كان من شويه في التلفزيون؟ تمام. هو شاف الاهرام الصبح وطلب يشوف حضرتك بالليل. شهرتك بقت عالميه يا مدام. طب ولما هو عايز يشوفني ايه المشكله؟ سهل قوي انكم تحجزوا له ترابيزه هنا على البيست. لا مش للدرجات يا مدام، ده راجل مهم جدا، وحضرتك عارفه الشخصيات السياسيه دي وجودها في الاماكن العامه وخصوصا الملاهي محظور. وايه الحفله امتى؟ الليله. على طول كده؟ ما هي دي بقى المفاجآت السياسية. 3000 جنيه. خلي بالك يا مدام مش هو اللي هيدفع، الحكومة المصرية هي اللي هتحاسب. وماله؟ لو الحفلة معمولة لمناسبة وطنية أرقص لهم ببلاش، أو لو معمولة لصالح الاتحاد الاشتراكي أعمل لهم تخفيض، إنما الهيئة سياسية الأجرة لازم تندفع وبالكامل. يعني الحكومة المصرية ملهاش خاطر عندك؟ الحكومة ما بتعرفش خواطر. والضرائب بتحاسبني على كل هزة وسط، ده أنا كل يوم والتاني جاني وبصفر يسد النفس. ها الجمهور عايزك يا ست الكل، الناس دماغها صدع من الغنى. مضطر استاذن. متفقين يا مدام سونيا، وهنتفق على التفاصيل بعد ما تخلصي الاستعراض. استنوا يا جماعه يا جماعه استنوا. تعال المدام بتقول لكم ما تمشوش، استنوها الذي في شغل، يعني ان شاء الله في اوفر تايم. والشغل اللادي فين يا ترتر؟ فلا يا روحي، كلها 5 دقايق ونعرف يا سقوفة، ما تتسربعش. ازاي يا استاذ مفيش فرقة موسيقية؟ أمال أنا هرقص على إيه؟ هتجيبولي الموسيقى العسكرية تعزف لي نشيد الجهاد؟ يا مدام الفرقة بتاعت حضرتك كبيرة أوي، والجناح اللي نازل فيه الراجل يا دوب على القد. وأنا معرفش أرقص على أسطوانة. وبعدين تعالى بقى هنا فهمني. نعم. ده رقص ولا حاجة تانية؟ أنا ابتدى الفريق يلعب في عيد. لا لا عيب كده يا مدام. لحظة انك بتهنيني. أنا صراحة مش مطمنة. يا مدام أنت مطلوبة للرقص وبس. ما هو مفيش رقص من غير مزيكا. هاتي 5 6 منهم. نقي المهمين بس. بقول لك إيه؟
تحت امرك. عليك تستلمني رقاصه وترجعني رقاصه والفلوس تسلمها لي في ايدي، فاهم ولا اقول كمان؟ من غير ما تقولي مفهوم. اتفضل. يلا. ما وعدتك بالظبط يا مدام، استلمتك رقاصة ورجعتك رقاصة. ما هو علشان كده لو هيحصل شغل تاني بيني وبينك مش هتناقش معاك ابدا، انا اصلا احب اللي يوعد وينفذ. وانا سعيد جدا بمعرفتك يا مدام سونيا، كانت ليلة من اجمل ليالي العمر. اتفضلي. ايه ده، مش عيب تديني الفلوس في الشارع؟ وكمان ما يصحش نبقى واقفين قدام البيت من غير ما تطلع تشرب كاس معايا. لا هو في الحقيقة أنا هتقول عندي شغل الصبح بدري، مش مشكلة، ابقى انزل من عندي على الشغل. لا أصل يعني ما يعنيش ولا حاجة، في حاجات كتير لما الواحد يفكر فيها قبل ما يعملها بتبوظ ويبقى دمها تقيل. اركن كويس وانزل. الو الو، اكلم خالد بيه مدكور من فضلك. مين خالد بيه مدكور ده؟ طالبه نمره كام حضرتك؟ 50 60 1. ايوه النمره مظبوطه، بس ما حدش عندنا بالاسم ده. طب متشكره.
الو الو مين اللي بيتكلم؟ ده حضرتك برضه يا فندم. مفيش حد عندنا اسمه خالد مدكور. انا بقالي على السويتش 7 سنين الاسم ده ما وردش عليا خالص. دي نمرة ايه بقى بالظبط؟ دي شركة ولا مصلحة ولا ايه؟ احنا هيئة الصرف الصحي. طيب متشكرة. نايمة؟ نايمة؟ احنا عاملين اخلي ترتر من تحت الارض. عايزة حالة. حاضر. يا ابن الكلب، وكمان لطشت 1000 جنيه من عرق وشقاية. نعيمة، نعيمة. نعمين يا ست الكل. اي حد يسأل علينا مش موجود. حاضر. ولا اقولك شيلي فيش التليفونات كلها. عيني ايه؟ سألت حبايبنا في كل حته يا مدام، ما خليتش مباحث مخابرات مجلس الوزراء الرئاسه، ما خليتش حتى حرس الحدود سألتهم، ما فيش حد هناك اسمه خالد مدكور. سألت في السفاره بتاعت الراجل الضيف، مش يمكن واحد من اللي بيشتغلوا هناك؟ هو دي حاجه تفوتني يا مدام؟ طبعا سألت وبرضه ما فيش. لا يعني ايه؟ انا بقول يا مدام يمكن واحد من اياهم بس شاطر في شغلته فالسفاره استعانت بيه. لا انا بشم ريحة القوادين وعارفهم كويس قوي، ده مش منهم. انا حعرف نفسي ليه. يلا يطلع زي ما يطلع. اهو ده بقى اللي عمل عملته جيري. لكن معلش مسير الحي يتلاقى. وهنا بقى عشان نحط النقط فوق الحروف صح وبدون مغالطه، المواطن العادي هو اللي تحمل العبء لوحده على مدى السنوات الماضيه. بس خلاص افتكرت كل حاجه. اخس عليك وعلى مخك يا ترتر. يلا غور بقى من قدامي يا نيله، ومش عايز اشوف وشك الا ومعاك نمر التليفونات بتاعك. يلا. هو كل المجهودات المبذوله في مجال العلاقات الخارجيه للدوله هدفها في النهايه تحقيق الاهداف الداخليه للحكومه. فين بقالك كتير ما بتجيش على مصر؟ حفلة في جنيف؟ انت تأمر امر. بس احنا هنحتاج طيارة خاصة عشاني وعشان الفرقة. يا ريت ده انا تعبانة ومحتاجة اسبوع مش طايلة. معاك الواحد ما يتكلمش في فلوس ابدا. انت تأمر. على كل حال انا مستنية منك مكالمة تانية. خلاص؟ ميرسي قوي، مع ألف سلامة. ها؟ مالك واقف متيس كده ليه؟ اوعى تكون ما جبتش نمر تليفوناته. التليفونات معايا، بس مش هنقدر نكلمه. ليه بقى؟ أصل عنده سكرتيريا كتير ومدير مكتب، وأنت عارفة بقى الجماعة دول اسمك إيه وعايز إيه وعايزه ليه وعشان إيه وأبصر ومدرك. مالوش نمرة خاصة يا شفيق؟ لا طبعًا ليه، بس دي طبعًا ما قدرتش أوصل لها. دي بقى اللي بيكلموا فيها الوزراء والناس اللي اكبر منهم بشويه. انما يا مدام كل ما اسال عنه الاقيه شارخ قوي ونجمه في الطالع. طب خد اطلب لي الاستاذ فتحي حبيب الصحفي. بس ده مش بتاع فن، ده بتاع سياسه. اسمع ونفذ. اوكي. فتحي حبيب حرف الف. فوزي فور ام فتكات فل يا روحي فتحي حبيب. اهلا ست الستات، اهلا حتة الانوثة الصافية. تحت امرك يا مدام سوني. معقولة؟ ابدا ابدا، تعطليني ازاي؟ بقول لك يا فتحي، هو مش مجلس الشعب فيه عضوات؟ طب وحياتك انا عايزة اسم سيادة النايبة اللي لها شخصية وكلمة مسموعة هناك. لا لا لا، مش علشان حاجة، اصلي مزنوقة في اسمها. بحل الكلمات المتقاطعة. فاضية بقى بالنهار ما وريش حاجة. ها؟ علي الشهبندر؟ طيب، ميرسي قوي يا فتحي، متشكرة. يبقى خلينا نسمع صوتك. ها؟ طيب، مع السلامة. تخشن صوتك وبلاش تتنسون، وتطلب مدير مكتبه وتقول له سيادة النايبة علي الشهبندر عايز اتكلم عبد الحميد بيرقف. أهلا 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 بسيادة النايبة.
نسيت اهنيكي على استجوابك الشرس لوزير الصحه. انا لو قللت الاصل كنت رفعت عليك قضيه نفقه وشحطتك في المحاكم وخليتك تكتب الواد اللي انت مخلفه مني باسمك. جرى ايه يا سياده النايبه؟ علي هاني منتظر طلبه نمره غلط. انا عبد الحميد رفض. وبعدين الاجره بتاعت الرقص فاكرها؟ خنصرت منها ليه؟ طب كنت قولي وانا اديك عمولتك. مين بيتكلم؟ انا سونيا سليم الرقاصه يا خالد بمدكور. لسه الكارت بتاعك عندي شايله مع مجوهراتي في الخزنه. اي نعم بتوع السياسه مكرين لكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم. طبعا انت عارف بيتي كويس مش كده؟ انا اجازتي ليلادي مستنياك. مع السلامه. جرالك ايه يا برهان؟ تجرالك ايه؟ مش قبل ما توصل اي حد بيا تتاكد مين هو؟ مش قادر تميز بين صوت ست النائبه المحترمه عليا الشهبندر وصوت ال وحصل ايه يا فندم؟ اللي حصل انها مش عليا الشهبندر ولا ليها اي علاقه بالمجلس الموقر اطلاقا. انا اسف يا فندم. اسف بعد ايه؟ بعد ما ورطتني؟ انت عايزه مني ايه؟ اهو انا دلوقتي لو قدامي جمهور يا شفيق لا كنت رقصت رقص لا حصل ولا هيحصل. مدام انت عايزه ايه من الراجل ده بالظبط؟ ومن امتى احنا بنفتح الدفاتر القديمه؟ يا واد كنت فاكراك اذكى من كده، عايزه حاجات كتير. اعرفها لو سمحتي. بس سلع. دول مش بتوع تسالي. وحياتك انت التسالي ما تحلو ولا مع دول. وبعدين ما تنساش بقى انه غشاي وخد مني عموله 33% من مقاولة الشغل بتاع الليله اياها. مدام مش هي دي الحقيقه. حب؟ اما انت اهبل بصحيح. بقى انا معقول احب واحد عشان شفته بيقول خطبه في التلفزيون؟ امال ايه الحكايه بالظبط؟ اديك معايا وبتتفرج. لا مدام انت عارفه طبعي، قعده المدرجات مش على هوايا، انا احب اكون جوه الملعب. احنا في زمن صعب وجو غريب يا شفيق، ساعه سخن وساعه بارد. لما تحصن نفسك بمسؤول كبير تبقى ضمنت في ايدك جهاز تكييف سخن وبارد ومفتاحه في ايدك، فاهم؟ فله يا روحي، استاذه والله. ذاكرتك قوية قوي. مش كل حاجة الواحدة تقدر تنساها. أنساك إزاي؟ ده فات يجي 10 سنين ويمكن أكتر. بس تعرف إن أنت زي ما أنت ما اتغيرتش. يا دوب شوية الشعر الأبيض دول. ولا أنت كمان. إنما أنت ليك زدت عليا يوميها وقلت لي إن اسمك خالد مدكور. وإيه لزوم الاسم؟ إيه لزومه؟ لزومه إن الناس بتعرف بعضها بيه. ولا انت كنت قاصد كده؟ كل شغل وله ظروفه. معاك حق. علشان كده انا مش هتكلم في حاجه تاني. خلاص. ايه اللي جرالك؟ مفيش. عادي يعني. كل ما في الامر ان السياسه بتهد الحيل. خلاص ما دام بتهد الحيل سيبك منها وارجع حلو زي الاول. فات الوقت خلاص بس بتتعوض. كفايه انك ترفعي سماعه التليفون وتامري امرك يتنفذ في الحال. تاشيره على الورق تخلص كل حاجه. اخبارك في الجرايد كل يوم. صراحه قراره اصدق. تعملي ايه؟ بلبس هدومي عشان نقعد قعده اخويه. ما تكبريش الحكايه بقى. يا راجل بهزر معاك، ما انا عارفه ان المسائل دي مش عايزه حد يكون بيفكر كتير. اديكي قلتيها بعظمه لسانك. الواحد ما بيبطلش تفكير ليل نهار. انت عارفه مشاكل البلد عويصه قد ايه. انت باين عليك خدت كلامي جد وزعلت. ابدا وحياتك. امال بتلبس ليه؟ اهو يا دوبك بقى عشان المدام ما تعملها ليش حكايه. اما امرك عجيب يا عبد الحميد بيه،
طب وهي المدام هتعمل لك حكايه ليه؟ ولا حتى هتغير عليك ليه؟ ما هي قادره الناس بحالتك وعارفه انك في تفكير ليل ونهار. ما يبقاش وشك مكشوف قوي كده. وغطي وشي ليه وانا كاشفه رجلي على طول؟ سكرتي؟ انا بقول الحقيقه. تصبحي على خير. استنى. خد دي هديه مني ليك بمناسبه اول زياره ليا بعد غيبه طويله. ايه دي؟ كريستاله تنفع تقاله ورق علشان تحط حاجه مني فوق قراراتك المهمه. ولعلمك دي نادره مفيش اختها في مصر. ملهاش لزوم عندي. كمان هتفكرني بالموقف اللي كنت فيه الليله. واذا كان هيكون في بينا وبين بعض هدايا فده واجب عليا انا. باي. حاضر يا فندم. تعليمات سيادتك هتتبلغ وتتنفذ فورا يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. حاضر يا فندم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. أيوة برهان. لا يا فندم بس إيه؟ اتكلم. في واحد صاحبي في مباحث أمن الدولة. كان دي مشكلة في الشغل كلم الله ونديم يخلصها له. قلت لك قبل كده الحاجات اللي زي دي تصرف فيها بنفسك يا برهان. لا يا فندم الحكاية مش كده. أمال إيه الحكاية؟ هو صاحبي زي ما قلت لسعادتك. عرفنا إنه صاحبك. ها؟ يعني هو بيقول لي إن جالهم تقرير النهاردة الصبح إن سعادتك كنت في بيت الرقاصة سونيا سليم. ده كلام فارغ وقلة أدب. الناس دي مش عارفة شغلها كويس. وأنا صحيح كنت في العمارة اللي فيها سونيا سليم إنما كنت بزور واحد صاحبي. وصف فايز يا أخي ما أنت عارفه. يبقى كل اللي داخل العمارة رايح لسونيا سليم. يبقى فهمه كده. حاضر يا فندم. برهام. يا فندم. بتوع أمن الدولة دول زودوها أوي. بيراقبونا إحنا كمان ولا إيه؟ لا يا فندم هم اصلا كانوا بيراقبوا الرقاصه سونيا سليم يعني شغلهم صح. يعني ابو سعادتك ازاي انت عندك حصانه؟ فهمت. على اذنك يا فندم. برهام تحت امرك يا فندم. سونيا سليم دي قلق ومخام وطيور. ما انت شفتها وعارفها. ده كان زمان يا فندم. دلوقتي الوضع اختلف. عندك حق. الوضع اختلف كتير. خلصني منها. اي حاجه تعوزها انفذها لها. المهم صوتها ما يوصلنيش. تقول لك بقى انها عليها الشهبندر. تقول لك انها وزيره الشؤون الاجتماعيه حتى ما تتدبش. وخلي بالك. حاضر يا فندم. كويس ان سيادتك كلمتني بدري عشان اخد اجازه ليلتها. يا فندم العفو. انت تؤمر. مع السلامه. شفيق. نعم. اعمل حسابك عندنا فرح مهم يوم الخميس. فرح من بتوع رجال الدوله الكبار. يعني عطله وغرامه. وهتدفع فلوس الفرقة ولا انت اللي هتدفعيها؟ ايه جرى ايه؟ مش برضه اسمنا ابو حارس وساينو سي عبد الحميد برأفت؟ لا المرة دي واحد اكبر من سعادته بكتير. يلا. Thank you.
عليها قوي. يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ ده شغلها ولازم تدي الشغل حقه. رايك كده يا كابتن وزير؟ طبعا. ايه رايكم يا جماعه نعزمها على ترابيزتنا شويه؟ ليه؟ انت ناوي على ايه يا فوزيه هاني؟ ده فرح بقى، خلينا ننبسط شويه. لا لا اتفضلي معانا يا مدام سونيا. اتفضلي معانا يا مدام سونيا. اهلا يا مدام. اهلا، كنت هايله. ميرسي يا متشكره. مدام سونيا، كنت عايزه اسالك، الرقص الشرقي ده فن؟ طبعا يا هانم فن، وفن له جمهور كبير قوي، كل الناس بتحب تتفرج على الرقص الشرقي، واظن حضرتك شفتي انه فن. عشان كده جمهورك كله رجاله. رجاله وستات، اغلب الستات بتتفرج علينا عشان تتعلم. عن اذنكم، فهمي بالكشف حاجز لي مكان على ترابيزتي. حاسبي شويه يا سونيا، عقدتي ستات الفرح. قصدك عواجيز الفرح. بقول لك ايه، انا نسيت احجز في مرايا وباب الحجز اتقفل، عايزه فيلا. ليكي عليا، اكلم الوزير واديكي خبر قبل ما تمشي. هشوف. باي. كنا لسه في سيرتك يا سونيا. يا ترى بالخير ولا بالشر؟ بالخير طبعا. بالخير وكل خير. انت ست معزومه عندي في العزبه يوم شم النسيم. والله الله، انا نفسي من زمان اقضي يوم في الشمس والهواء. عظيم. المرور بقى حاجة غير معقولة، الشوارع تكاد تكون مقفولة خالص. وعلى ايه الاعتذار يا فندم؟ احنا ورانا ايه؟ غير اننا قاعدين في تكييف. ما علينا، اتفضلوا. بقى سيادة الرئيس، منتظر مني تقرير عن الاجتماع بتاع النهاردة، وعايز يشوف فيه قرارات تؤدي إلى الإنجاز السريع. ها يا عبد الحميد، اللجان اللي تم تشكيلها كل لجنة وضعت تقرير مفصل. كل تقرير مفصل أنا أخدت منه جوهر المشكلة والعلاج المقترح. ولو إني لي ملاحظات على الحلول المقترحة، إلا إن الأمانة الديمقراطية بتلزمني إن أنا أعرض على حضراتكم كل حاجة كما هي بصفتكم اللجنة النهائية. دلوقتي حرميها في الهواء وهي نازله، ولا ابقي منديل كبير. عاوزين لون المنديل ايه؟ احمر. احمر؟ يعني اعمل لكم العصايه دي منديل احمر؟ وكانوا منديلين التاني لونه ايه؟ اخضر. اخضر. قولوا معايا، واحد اثنين ثلاثه. راحت العصايه بقت منديلين، منديل احمر. سامع وانت طيب. وانت طيب عشان خط سم نسيم. جوات سامع عندكم مرح وفرح وطبليه وعوض. ايه اغني؟ طب غير يعني ما تزعلش. لا حاضر.
عيني يا ليل يا ليل يا ليل. اي جنبي جنبي بيو. مفيش دكتور هنا؟ حد تطلب مستشفى يا جماعه. يلا يا اخوانا. شفيق قولي بتاع التليفون مش عايزه اي مكالمات، مش عايزه اسمع جرس التليفون ده خالص. هل ايه؟ ايوه يا استاذ محسن. لا الحمد لله العمليه نجحت. لا المدام نايمه. ميرسي قوي، مع السلامه. ايوه من فضلك ما تحولناش اي مكالمات هنا في اوضه المدام لو سمحت، مهما كانت الشخصيه اللي بتتكلم. اللي عايز يطمن على المدام يبقى يجي يزورها بنفسه، والا مش عايزينه. مدام بره في اكتر من 100 بوكي ورد، ده غير اللي جوه في السويت. خدي حضرتك اتسلي في كروت واعرفي اصحابها بنفسك. ارميهم على الارض يا شفيق ودوس عليهم برجليك. اللي ما في حد فيهم فكر ان يطل عليا. فيهم الكذاب وفيهم اللي خايف على نفسه. حتى اللي حبوني ما فيش حد فيهم قال الست دي قضيت معاها ايام حلوه. لما اروح اطل عليها دوس دوس عليهم برجليك. ما يستاهلوش. نعيمة. نعم يا فندم. افتحي الباب، مش عايزة يتقفل عليا ابدا. حاضر. اهلا يا حبايبي. الحمد لله على السلامه يا طنط. الله يسلمك. ماما برضه عيانه في الاوضه اللي جنب حضرتك وقالت لنا نيجي نزورك. سلامه ماما. تعالي. اسمك ايه؟ احمد. الف سلام عليك يا مدام سونيا. الحقيقه المدام عندها ناس بيزوروها ولما عرفوا انك هنا حبوا يجوا يطمئنوا عليك. يتفضلوا. اهلا وسهلا. قلت لي اسمك ايه؟ احوالك مش عجباني ابدا. بفكر في المستقبل. ده هزار بقى. ده انت قاعده على الكلمه ومتربعه والكل بيجري عشان يحصلك.
وانت بسم الله ما شاء الله دايما سابقه. الحقيقه حاجه تانية. دي الحقيقه اللي شايفاها كل الناس. الحقيقه اللي انا شايفاها حاجه تانية خالص. لما فكرت فيها كويس عرفت قيمتها. شفيق انا ست مشهوره وعندي فلوس بس، والمستقبل مش فلوس، المستقبل امانه. انا عمري ما هنسى رميتي في المستشفى اللي ما حد كلف خاطره جه عشان يزورني. علشان كده انا لازم اعيد حساباتي من تاني. كده ماشي الكلام، بس المستقبل ان شاء الله زي الفل. ما تبقاش اهبل، المستقبل مش فلوس، المستقبل ناس حواليك تحبهم ويحبوك. شفيق النهارده اول ما نوصل مصر عايز المحامي يكون عندي بالليل. عينيا. حتة الارض اللي في الهرم عايز اعمل كل الاجراءات اللازمه عشان اعملها ملجأ للايتام. عايز تتبرعي بالارض؟ لا انا هعمل المشروع كله. افهم من كده ان حضرتك ناويه تعتزل الرقص؟ واعتزل ليه يا استاذ عطيه؟ لسه بدري. طبعا بدري جدا، بس ايه اللي خلاك تفكري في مشروع زي كده؟ لاني طلعت لقيت نفسي يتيمه، وجربت اليوت، ودقت العذاب والحرمان. ده غير اني بحب الاطفال جدا ومستعد عشانهم اضحي بكل ما املك. في اسباب اكتر من كده يا استاذ عطيه. بس ده موضوع محتاج لموافقات كتيره من جهات كتير. اقدر الاتعاب اللي انت عايزها، بس المهم عندي المشروع يمشي باسرع ما يمكن. حقيقي الواحد بيسعد وبيشكر الله لما بيلاقي في الدنيا ناس بتسعى لفعل الخير. اهل الخير كتير يا فندم. مش قوي مش قوي. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله. المشروع على مساحة فدانين وتل. ايوه يا فندم، احنا ناويين نعمل مشروع متكامل، ملاعب ومدرسة وعيادة، هذا بجانب ترك مساحة خضراء عشان الأولاد يستمتعوا. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. شوف يا أستاذ عطية. يا فندم شوف يا أستاذ عطية، البلد عندنا مليانة ناس أغنياء عندهم فلوس بالكوم، فلوس متلتلة سايبينها للسوس عشان يأكلها. مفيش فيهم حد أبدا بيسعى لفعل الخير أو الإنسانية. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. ومين بقى السيدة الفاضلة صاحبة المشروع العظيم ده؟ دي السيدة سمية متولي أبو العيون. أبو العيون، أبو العيون. أيوة أيوة. بتشتغل إيه السيدة الفاضلة سمية أبو العيون دي؟ الست سمية دي من الأثرياء، يعني غنية جدا، وتقدر تعتبرها حضرتك من ذوي الأملاك. أيوة أيوة يا أستاذ عطيف. أنا بسأل مصدر ثروتها ايه؟ ده سؤال يا فندم لا من حقي ولا من حق حضرتك ولا حق اي حد يسأله، الا جهة واحدة هي جهاز الكسب غير المشروع. والحمد لله الست سنية زي الجنيه الدهب. ما علينا ما علينا، ما هو اصل الاوراق علشان تكون مستوفاة لازم الاقي اجابة على الاسئلة بتاعتي اللي حضرتك مش عارفها دي. لا مؤاخذة يا محترم، هو اسم السيدة الفاضلة سنية متولي أبو العيون إيه؟ الاسم اللي بتشتغل بيه مش هي برضو سونيا سليم الراقصة؟ وفيها إيه إن راقصة تعمل مشروع خيري؟ خد يا راجل يا طيب خد، مش عايزين مشاريع من الست بتاعتك، خلي الأطفال اليتامى مشردين أحسن. بس لاحظ إن حضرتك وفر كلامك على نفسك يا أستاذ عطية، لسه ما جاش الزمن اللي الدولة تسمح فيه للراقصات والغواني انهم يربوا اطفال. اعوذ بالله من غضب الله. حضرتك فحصت الملف ده قبل كده ورفضت المشروع. تمام يا هاني. اقدر اعرف ايه السبب؟ السبب انا سبب وقلت للمحامي بتاع حضرتك، ومؤكد قال لحضرتك عليه. هو قال لي فعلا، ولما لقيت ان سبب رفض المشروع حاجه تخصني انا شخصيا جيت بنفسي. شرفتي، اهلا وسهلا. سبب هايف قوي ان حضرتك تمنع مشروع زي ده عشان انا بشتغل رقاصه.
يا مدام الأطفال اليتامى الدولة كفيلة بيهم. ولما هي كفيلة بيهم سايباهم في الشوارع بيشحتوا ليه؟ بقولك ايه، نتكلم بصراحة؟ محدش حيشك. عايز رشوة؟ المقابلة انتهت يا مدام. بلاش الرشوة. لما عرفت اني بشتغل رقاصة نفسك هفت عليك ارقص لك رقصة لوحدك؟ اعوذ بالله من غضب الله. بقولك المقابلة انتهت يا مدام. اقعد يا استاذ عبد البر، اقعد لحسن يكون عندك القلب ولا حاجة تحملني مسؤولية نقلك على الانعاش. اقعد لعمل لك فضيحة. طلبك مرفوض يا مدام، وباب الشكوى مفتوح قدامك على مصراعي. انا مش كل حاجة في الوزارة. عارف انك مش كل حاجة في الوزارة، بس لازم تعرف ان المشروع بتاعي هاخد الموافقة عليه منك انت قبل غيرك. مني؟ لا. وبعدين يا مدام ازاي نأتمن واحدة زي حضرتك على اطفال صبيان وبنات ولاية ازاي؟ وبعدين يا مدام المشروع الخيري بتاعك ده غير شرعي، وفلوس حضرتك مش حلال. الله 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 الله، ده انت دخلت في الحلال والحرام اهو. ومش حلال ليه بقى؟ واخدها عمولة؟ تاجرت في المخدرات؟ عملت مدينة سكنية وكلت فلوس الغلابة؟ لو تبص يا استاذ يا محترم لفلوسي هتلاقيها حلال في حلال جنب اي فلوس تانية. امضي بالموافقة يا استاذ. انا متأسف يا مدام، انا ورايا معاد مهم بعد 10 دقايق. استاذ عبد البر. افندم. ايه رأي حضرتك لو المشروع بتاعي اتعامل باسم الاستاذ اللي قاعد قدامك ده؟ بلاش انا، استاذ شفيق محسن سعيد بيه محترم حسن السير والسلوك، الفيش والتشبيه بتاعه ابيض وما بيشتغلش رقاصة. وموقف كده يا استاذ شفيق. والله في الحالة دي ممكن ندرس الموضوع الاول. وطبعا مش هتلاقي اي سبب للرفض. احتمال. بس بقى اللي انت ما تعرفوش ان الاستاذ اللي واقف قدامك ده مدمن مخدرات. وحاجة تانية قال عنه. اعوذ بالله من غضب الله. ومع هذا هتوافق له عشان انتوا كده تموتوا في اللي يغشكوا، تحبوا المظاهر الكدابة. استاذ عبد البر المشروع بتاعي هيتوافق عليه وباسمي، اسم الشهرة سونيا سليم. معلش يا شفيق جرحت شعورك بس غصب عني. يا مدام سونيا صدقيني عبد الحميد بيه مش موجود. اموري حضرتك، تعليمات سيادته اي طلبات ليكي تتنفذ فورا. انا عرفت، قدامي جريدة من جرايد المعارضة عاملة من الموضوع حكاية ورواية. حاضر حاضر، اوعدك اول عبد الحميد بيه ما يرجع هعرض عليه الامر. حاضر، مع السلامة. ايوه برهان. سونيا سليم يا فندم قلبت دماغي التليفونات، عايزة تعمل مشروع دار حضانة للاطفال اليتامى والوزارة رفضت. الوزارة ترفض ليه؟ ما تعمل مشروع دار حضانة. حد طايل؟ كتر ألف خيرها، كلم لها الوزارة. بعد إذن سعادتك يا فندم أنا ليا رأي تاني. رأي إيه؟ أنت شايف حاجة أنا مش شايفها؟ بص يا فندم، المعارضة كاتبة 3 عواميد تريقة على الرقاصة، بيقولوا إنها عايزة تربي جيل جديد من الراقصات يبدأن تدريبهن في سن صغيرة. هما كده؟ عايزين جلاتة ويشبعوا فيها لطم؟ بدل ما يتريقوا على الرقاصة واحد من العتاولة بتوع المعارضة يعمل مشروع زي بتاعها. لو اتدخلنا في الموضوع يا فندم سيادتك مش هتخلص، وهيقولوا مسؤول كبير يساند راقصة و و احنا مش ناقصين يا فندم، احنا داخلين على انتخابات ومش عايزين اي ثغرة. احنا مش ناقصين انهم يطلعوا على سعادتك اشاعة كده ولا كده، ودول انت عارفهم بيعملوا من حبة قبة. ده صح يا برهان صح. ودي هتبعدها عننا ازاي؟ سهلة قوي يا فندم، ليك عليا ما خليهاش توصل لحضرتك ابدا. فل يا روحي، يحميك لي شبابك. طبعا بتيجي هنا كل يوم. مدام خير؟ ايه اللي جابك تعالى؟ في ايه؟ عرفت سكته. هو مين؟ عبد الحميد رأفت، بيلعب كل يوم الصبح تنس في النادي. نادي ايه؟ النادي اللي حضرتك عضوه فيه. عرفت بالصدفه وانا بجدد لك الاشتراك هناك. تتكلم جد؟ امال؟ برافو عليك يا دكتور، صحيح ما يجيبها الا. يا
عندي وصفه تخليك ما تعرقش وانت بتلعب. انا شخصيا ماشي عليها، مفيش نقطه عرق بتنزل على جسمي وانا برقص. انت هنا بتعملي ايه؟ انا عضو هنا في النادي زي حضرتك بالظبط. انت بتهرب مني ليه؟ ده انا طالبه منك خدمه هخدم بيها غيري. مش وقته. امال امتى؟ قريب قريب قوي. جراي عبد الحميد بيه، دول بيقولوا ان بتوع السياسه هم اللي بدعوا الاتيكيت، وبعدين انا واحده ست يعني تقف تكلمني؟ ده مش مكان نتكلم فيه يا مدام. امال ايه المكان اللي ينفع؟ البرلمان، مجلس الوزراء، قاعة الاجتماعات الكبرى. انت مكسوف مني؟ بالظبط. اه وما كسفتش ليه لما كنا احنا الاثنين لوحدنا والشيطان تالتنا؟ غوري دلوقتي من قدامي وهتصل بيكي بالتليفون. لا 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 لا، ده انت بتشتم اهو، ناقص تضربني بالمضرب اللي في ايدك. يلا اعملها، خلي كل اللي في النادي يتفرجوا عليك. اعزمني دلوقتي على قهوه، خلينا نخلص ونرسي على بر. سونيا لازم تقدري موقفي كراجل سياسي معروف الناس بتحاسبه على كل كبيره وصغيره. قعدتك معايا فيها احراج ليه؟ انت ممنوع تقعد مع ستات؟ بمعنى اصح رقصات. الناس اللي عارفه كويس انك رقاصه. بس المفروض اني من رعاياك يا مولاي، ولا حضرتك مسؤول عن ناس وناس لا؟ مفروض انك بتخدم شعب بحاله، العدل فيه والاعوج. وبعدين لما في ناس مش على هواكم وجايبه لكم العار زي حالاتي، بتسمحوا لهم ليه ينتخبوكوا؟ ما كفايه عليكم قوي الاصوات الثانيه. انت عاوزه مني ايه؟ الموافقه على دار للايتام. ما اقدرش اعمل لك حاجه. ليه؟ ما اقدرش اتوسط لرقاصه. ايه الحكايه رقاصه رقاصه؟ ما احنا الاثنين زي بعض يا عبد الحميد. انت قلت الادب. وانت كذاب، علشان بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على الناس. كل واحد فينا بيرقص بطريقته. انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب. الفرق شاسع يا علما. انا اقول لك الفرق، احنا الاثنين بنطلع في التلفزيون، انا الناس بتتفرج عليا، وانت اول ما بتظهر الناس بتقفل التلفزيون لان رقصك ملوش جمهور. انما انا رقصي لجمهور، عارف ليه؟ لان بضاعتك رخيصه، هدفك تشعلي لي الغرايز المكبوته عند الناس. انت شغلك الاثاره. اسمع لي على مقامك الرفيع، وانت شغلك يبقى ايه لما توعد الناس بمستقبل مشرق ويجي بكره ما يطلعلوش الشمس؟ يا عبد الحميد بي، انا مش عايزه غير الموافقه على المشروع بتاعي. عايزه اربي اطفال، عايزه لما اعيا الاقي حد جنبي، لما اموت الاقي حد يمشي في جنازتي. على الله اكون فهمت. اهو مساعدك. تقول لي مش هتوصل لك؟ اهي وصلت. ازاي يا فندم؟ وفين؟ في النادي. عارف لما خدامه صحتها كويسه تستفرد بسجاده ببلكونه؟ عارف يا فندم. اهو انا بقى كنت السجاده. وانت السبب. مش انا السبب يا فندم، لكن اوعد سعادتك الموضوع ده هيتقفل نهائي. سعيد وصلاح، استنوا هنا، انتوا تعالوا معانا. Thank you.
نجيب قهوة. شكرا. طب شوية شاي يا سيدي. شكرا. طب حاجة أصفرة جراية. لا وبعدين معاك فلة يا روحي، احنا عايزين نعمل واجب مع الحكومة. الباشا عايز حضرتك. خير في حاجة؟ مدام بعد حضرتك ما تخلصي شغل عايزينك تشرفي معانا شوية في الإدارة. إدارة إيه؟ مين حضرتك الأول؟ أنا الرائد حسام بيومي، إدارة مباحث الآداب. أيوة، ومباحث الآداب عايزة مني إيه؟ أنا بقول يا مدام خش جوه لحسن بعدين تستهوي. أنا بقول مباحث الآداب عايزة مني إيه؟ مدام البدلة اللي حضرتك لابساها كلها خلاعة، ده بالإضافة بقى إن الرقص اللي حضرتك بترقصيه بيثير الغرائز والشهوات وبيخدش الحياة. يا سلام، ويا ترى بقى جات لكم شكاوي ولا الكلام ده من عندكم انتوا؟ بقول لك إيه؟ إذا كنت بقى حضرتك خلصت شغل يا ريت تغيري هدومك عشان تيجي معانا. وغير هدومي ليه؟ أنا أحب أفضل كده لبس التهمة بتاعتي. في إيه يا مدام؟ أبدا مفيش حاجة. البهوات عندهم نبطشيه الليله فبيسالوا نفسهم. اتفضلي يا مدام، وحدك ظابط يركب معانا. لا يا حبيبي، احنا بنركب عربيات الداخليه. اتفضلي يا مدام. دخاني لحضرتك الظابط عشان اخد منه اذن ادخل الحاجات دي للمدام. اه واقعد معانا ولا لسه؟ يا حبه عيني مش واخده على البهدله دي ابدا ولا الواحده. ما تقومي يا اسماعيل تتحرك كده وتعمل لك ايه؟ ما انت شايفني شايف كده متوتر. طيب طيب شكرا. قلبت الدنيا، صحيت كل كبارات البلد من النوم. كلمت الله اللي هو البهنساوي زعل قوي قوي، وكلمت مساعد الوزير قال لي بس استنى عليها لما يطلع النهار. وكلمت يا خبر يا مدام، مش قادر استحمل منظرك وانت بالشكل ده ابدا. فين جمهورك يجي يعمل مظاهره تحت الاداره المخروبه دي؟ اللي اهم من ده كله كلمت المحامي. طبعا ده اول واحد كلمته وقال لي هكون هنا من الساعه 7. مدام العمليه دي مقصوده ومترتبه. ولا يهمك، روح نملك شويه. اللي انا فيه ده مش جديد عليا يا شفيق. الشق اللي شقيته وانا صغيره يخليني اتحمل اكتر من كده. ده كده كويس قوي، على الاقل في كرسي واخده راحتي عليه. ده انا ياما اتبهدل. تفاح، في ليالي كتير قوي نمت فيها من غير عشاء وكنت اتمنى خياره مش تفاح. مدام ها عايز تقول ايه يا شفيق؟ لزومها ايه البهدله دي؟ ما بلاش. كبرت في دماغي واللي ابتدى المشوار لازم يكمله. وبعدين دول مش عايزين يعترفوا بيا كبني ادمه زيهم. يا سيدي حتى لو كنت عاصيه من الضالين فربنا فاتح باب الهدايه، لكن هم مش عايزين، بيخالفوا دين ربنا. انت عايز شاي؟ شاي اللي يعمل الدماغ. انت عايز شاي؟ سلام اتولى والعيون. اتفضل يا مدام. عادي منصورة بديك يا منصورة. الرقص في مصر يا سيدي له تقاليد وخصوصا هذه الأيام، وبلا كذاب
أن السيدة سونيا تأتي على رأس قائمة الراقصات المحترمات التي لها سمعتها الفنية والتي تحافظ عليها، لا يمكن أن تخرج عن هذه التقاليد. يا أستاذ هنا مش مجال مرافعات. دي مش مرافعة يا سيادة الزميل، إنما أحب أن أقرر أن الاتهام الموجه للسيدة سونيا التي هي سنية اتهام قاصر لا يستند إلى أي دليل. إنها ترتدي نفس البدلة التي كانت ترتديها بالأمس والتي قال عنها الضابط في محضره أن بها خلاعة. واسمح لي سيادتكم أن أعرض عليكم بعض الصور والمجلات لفرقة الباليه الأجنبية التي ترقص في نفس الملهى الذي ترقص فيه موكلتي. وبفحص الصور وفحص بدلة الرقص ستجدون أن هذه البدلة بالنسبة لهذه الصور هي الحشمة والوقار. لماذا لم يقم الضابط الهمام بمنع الإثارة الحقيقية إذا كان يريد ذلك فعلا؟ سيدي إن موكلتي لا زالت ترتدي زي الرقص، ويمكن للنيابة أن تعين ذلك على الطبيعة لتتأكد أنها مطابقة لشروط الرقابة على المصنفات الفنية ولم تخرج عنها. النيابة مش عايزة تشوف حاجة. إفراج بكفالة 50 جنيه. الناس يا ناس، يا ناس، الأرض على الأرض المشهورة، الأرض على الأرض المشهورة. أنا الناس، 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 أنا الناس. هو في رأس خليعة ورأس مش خليعة ترتر؟ ما لقوش في الوردة عيب، قالوا له يحمر الخدين، دول عايزين يمسحوا المشروع بتاعك بأستيكة. اطلع. أنا الناس، الناس، الناس المشهورة، أنا الناس، 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 أنا الناس، الناس، الناس المشهورة. برهان باشا، أنا سونيا سليم الرقاصة الخليعة. أهلا أهلا. تتكلمي منين يا مدام؟ بالعربية. الحمد لله النيابة أفرجت عني بكفالة. بلغ عبد الحميد بيه إن الرسالة وصلتني وإنه قريب جدا جدا هرد عليها وبطريقتي، طريقة العوالم. سلام. على البيت يا مدام؟ لا بيت ايه بقى؟ على الساونا. محتاجة حمام بخار ومساج بعد الليلة المهببة بتاعت امبارح دي. بعد ما توصلني تروح ترتب لي حملة صحفية ما حصلتش. عايزة اكون الاسبوع اللي جاي على جميع اغلفة المجلات الفنية. علمة، علمة ومحدش يضمن هي ناوية على ايه؟ ما هي قالت على اللي هي ناوية عليها يا فندم بكل وضوح. ذكريات مع اهل المال والسياسة والفن والهلافيت. وطالما هي اللي هتطبع الكتاب على حسابها يبقى الكتاب ده ممكن يكون في السوق بعد شهر. شوف لك طريقة تحش بيها الست دي يا برهام. مفيش حل يا فندم الا ان الرقابة ترفض الكتاب ده. الايام دي مفيش رقابة الا على الافلام والمسرحيات وبس. خلاص يا فندم، اما يبقى فيلم يترفض احنا لسه هنستنى لما يتنشر ويبقى فيلم كمان. انت جرالك ايه يا برهام؟ الو. ايوه يا فندم. طب لحظه واحده كده، سعادتك معايا؟ السيد بيه عنتر الوزير السابق. الو. اهلا يا فندم. حقيقي؟ اه طبعا حقيقي. ليه، هو في حاجة لما اكتب مذكراتي؟ سيرة سيادتك. طبعا هتيجي. نعم. طب ثانية واحدة معايا، ثانية واحدة معايا يا سيد بيه. الممثلة اللي ما تتسماش. روح قول لها ترجع العقد اللي سرقته وانا ما اجيبش سيرتها. قول لها. بقول لسيادتك ايه؟ معلش دلوقتي نتكلم بعدين لحسن جاتني مكالمة خارجية؟ معلش. ها؟ مع السلامة. نعم. يا مغاوري. ايه؟ خايف لسيرتك تيجي في المذكرات؟ لا اطمن، انت اهيف من كده بكتير. مع السلامة يا اخويا. مدام. ها؟ واحد مش عايز يقول اسمه. يبقى قافل السكة في وشه. الو. عارفة عارفة عارفة.
هتسألني عن المذكرات، حكايتك إن شاء الله هكون موجودة في الفصل السابع. مع السلامة. حكاية كتابة المذكرات خطيرة جدا يا مدام، الواحد ما يسلمش منها إلا إذا كتب الحقيقة. وأنا مش ناوي إلا على الحقيقة. حتى لو الحقيقة دي فيها إساءة ليك أنت شخصيا؟ أي خلاص أنا موافق. حضرتك يا حضرتك إزاي؟ أنا جاي للست سنة فيه عندي معاد معاها موجودة هنا. مش موجودة ازاي يا حضرتك؟ ده هي نايمة مصدعة عينيك ايه؟ سبحان الله لا اله الا الله. يا محترم يا محترم ما حدش يدوع عن واحدة ست كان متجوزها مهما حصل لها. ثانية كده غلط يا ثانية. ثانية 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 سيبه يا محمد انا عايزاه. تعالى وحشان يا سوني. فين عيالك؟ ايه زمن عجيب، لكن بالله العظيم ثلاثة انا فرحان فرحان لك قوي. ايه الحكاية يا مدام؟ دي عطوة ده عطوة الاشرف كان جوزي واول بختي. انت لسه بتاكل افيون يا عطوة؟ لا دلوقتي بشم. ماشي على الموضة. وادوك كام تذكرة بقى عشان تيجي لغاية هنا؟ اتنين جرام. يا نهارك اسود، لو كان قلبه عليك حقيقي كان جاب لك اتنين كيلو لحمة. والناس زعلانة وبتقول مين اللي بيوزع البودرة على العموم حكايتي معاك هتكون موجودة في الفصل الثاني. ماشي. عطوة ده كان اهواج يا استاذ حبيب، وكويس قوي انك شفته عشان تبقى توصفه كويس. انا ما شفتش حد قلبه ميت بالشكل ده. دي فعلا اللي ندب في عينيها رصاصة وما تقولش اي. رتب لي ميعاد معاها. Hello, good morning. I'm sorry, madam is not here. She is at working now. What? Work? شغل ايه اللي بالنهار ده؟ Where? Okay, thank you. ستاند باي، نهدى ورا، نسكت، هنصور، دور بلاي باك.
ليه تقتلني وانا بحبك يا مرسي؟ كات. اطبع كلنا في مكاننا. هاي حلو. مكياج فورلوس. عايز الدم جاهز الشوط اللي بعده. ماما انت لازم تنتجي افلام. بس على شرط. اها. انا اللي اخرجها. طبعا. حسن. رجلي. عبد الحميد بيه عايز يقابلك. وانا تحت امره. امتى؟ اي وقت يعجبه. انا رقاصه ووقتي في ايدي وبيتي مفتوح لسيادته في اي وقت. صعب قوي يا مدام. خلاص اروح له المكتب. برضه صعب. في النادي في اي حته تعجبه. كل ده مستحيل. طب اعمل ايه بقى؟ مفيش غير اني اقابله ببيته والست ام العيال تحضر معانا الجلسه. المهم انك موافقه على المبدا. اه طبعا موافقه. خلاص المكان مش مهم. مقابلة مريبة زي مهربين المخدرات بالظبط. جاني بدل الشنط. العند دايما اخرته الخسارة يا سونيا. انا ما عنديش حاجة عشان اخسرها يا عبد الحميد بيه. طلعت نزلت رقاصة من بتوع الهشك بشك. ايه حكاية المذكرات اللي عايزة تنشريها دي؟ كل المشاهير بيعملوا كده، رجالة وستات، وانا واحدة منهم. واديك شايف اللي يسوى واللي ما يسواش بيكتب مذكرات. وش معنى يعني دلوقتي؟ ايه كل شيء بأوانه. حد يفضح نفسه بنفسه؟ الواحد ينشر مذكراته عشان الناس تستفيد من تجربته، من كفاحه، من مشواره. لكن عمري ما سمعت عن بنت ليل مثلا اتنشر لها مذكرات قبل كده. يا سيدي اعتبرني أول واحدة عملت كده، ولو انه حصل قبل كده كتير، بس الظاهر عليك بطلت تقرأ. أنا مش قد اللعبة دي يا سونيا. ثم مذكرات ايه اللي هتكتبيها دي؟ انتي تعرفي تكتبي مذكرات؟ ومين اللي قالك ان انا اللي هكتبها؟ انا حملي اتفقت مع واحد صحفي قلمه بينقط عسل، انا احكي له وهو يفنن بقى على مزاجه. كمان جايبه صحفي يكتب لك؟ وفيها ايه؟ كل المذكرات اللي اتكتبت قبل كده محدش من اصحابها كتبها بلاش. كل خطب المسؤولين الكبار اللي بيكتبوها صحفيين. بس خلي بالك القانون ما بيرحمش. لو جبت سيرة حد أو ذكرتي أو حتى لمحتي فيه مستشار قانوني مخصوص عشان حكاية الأسامي دي، وكفاية أوي الحروف الأولى. يعني حضرتك مثلا هتبقى عين ره، هتلاقي ألف لام، ميم سين كده. والشعب بتاعنا ذكي جدا وعشاق الكلمات المتقاطعة، هيستلوا ويحلوا الرموز يا عبد الحميد بيه. سونيا من غير لف ولا دوران ممكن اعرف السبب الحقيقي في نشر مذكراتك؟ اه ممكن، بس لما اعرف انا كمان السبب الحقيقي في رفضك للمشروع بتاعي. حقيقه قصاد حقيقه يا عبد الحميد بيه، يا اما كل واحد يروح لحاله قبل الدنيا ما تضلم. انا متحمس للمشروع بتاعك وكان نفسي اساعدك بس مش قادر. ومش قادر ليه يا سونيا؟ اي علاقه بالراقصه والسياسي مهما كان نوع هذه العلاقه معناها فضيحه للسياسي، معناها بالسلامة لحضرتكم. طيب وعلاقة بعض السياسيين بتجار العملة والمخدرات دي في حد ذاتها ايه؟ اعرفي انت مين وبتتكلمي مع مين. والله العظيم عارفة، رقاصة وحموت رقاصة، ومش عايزة غير المشروع بتاعي بس. مش بالتهديد. بص الايادي مفيش فايدة. خلاص بعد الانتخابات اوعدك خير. بعد الانتخابات ده انت هتديني بالجزمة. لا اوعدك ان المشروع هيمشي. في دي ما اقدرش اصدقك يا خالد بمذكور. انا رقاصة وفي شغلنا بنقبض مقدم، بعد الفرجة محدش بيعبرنا. احنا كده في طريق مسدود. بالعكس ده احنا كده في طريق مفتوح من ناحيتين، كده رايح كده جاي. هتندمي يا سونيا. لو كنت ندمت على كل المقالب اللي شربتها في حياتي كان زماني عيانة بكل أمراض الدنيا. عن إذنك
لولا ان على راسك بطحه ما كنتش خفت. لازم تعرفي ان علاقتي بيكي هي النقطه السوداء الوحيده اللي في حياتي. دي نزوه لا طلعت ولا نزلت ولا حد خد باله منها. لكن البطحه اللي انت حاسس بيها بقى دي حاجه تانيه. مشكلتك انك خايف، عايز تفضل دايما جنب الحيط. لو انت صحيح واثق من طهارتك ما كنتش عملت حساب لحد. اطمن، مش هطلب منك تتوسط. المشروع بتاعي هاخد عليه موافقه من المحكمه، وانا مش طالبه غير العدل. ومفيش قاضي على راسه بطحه، ولا خايف من الحكومه لا تقطع له عيشه. القاضي هينظر في قضيتي على اني مواطنه مصريه، وانا وانت والحبايب سلام. تعرفي انها قضية لذيذة وجديدة. المهم اننا نكسبها. دي اصلها تندرج تحت بند قضايا الرأي العام. كسب قضية زي دي مضمون تماما. المهم البروباجندا مهمة جدا. انا مش عايز اكسب بالبروباجندا، انا عايز اكسب بالقانون. تكسبي حقك بالقانون وتكسبي تعاطف الناس بالبروباجندا. عليك وعلى الصحافة. سهل قوي. الصحافة دايما محتاجة الاخبار، وانا مفيش اكتر من اخباري. زي ما اتفقنا يا مدام، الكثير من الحقائق القليل من الفضائح. احنا عاوزين نعمل مذكرات محترمة. المصيبة يا أستاذ حبيبي إن أغلب الحقائق فضايح. يبقى ما باليد حيلة. نبتدي بالنشر. الحقيقة في سنين كتير قوي من عمري أنا مش فاكراها، عشان أنا اتعذبت كتير قوي. كل اللي أنا فاكراه القطر اللي ركبته وجابني على البلد دي، وابتدت مواهبي في الرقص تظهر. مدام سونيا، الأستاذ عايز حضرتك. أيوه. أنا آسف لو كنت عطلتك. لا أبدا مفيش حاجة. أنا من طرف شريف بيه مهران. شريف مهران. اتفضل استريح. سيادتك عارفة إنه مش موجود في مصر الأيام دي. هو في لندن أغلب الوقت. أيوه عارف. وبعت لسيادتك الشيك ده ب 200,000 جنيه مساهمة منه في المشروع الإنساني بتاعك. أنت متأكد؟ طبعا متأكد، ده بعت تيليكس ومكلمني في التليفون. شريف مهران؟ أيوه يا مدام. حاجة غريبة قوي. دلوقتي بقت المسائل الإنسانية بتهمه. على العموم كتر خيره. أرجوك ابعت له تيليكس وقول له سونيا بتشكرك قوي. بس المشروع بتاعي دلوقتي قدام المحكمة، لما المحكمة توافق عليه ساعتها هبقى افكر في المساهمات الانسانيه دي. طب يا فندم ما يجراش حاجه، لما الشيك يفضل مع حضرتك لغايه المحكمه ما تحكم، ما هو في امان. استاذ حبيب، يا ريت تشغل المسجل. شريف مهران ده له حواديت كتير قوي معايا، كلها تموت من الضحك. والنوادر بتاعته دمها خفيف قوي، هتبقى فاكهه المذكرات. حط الشيك في جيبك يا استاذ. البي بتاعك ما يعرفش اي انسانيه، ده خايف. اهو زي ما انت شايف، اقدر اعمل 5-6 مليون جنيه وانا قاعده كده بالشمس. باش انتظر ساعتك. اقلبوا لي الدنيا عليها، شوفوها لي في اي داهيه. استديوهات السينما، في التلفزيون، في المسارح، في اللوكاندات، المهم تلاقوها. المؤشرات بتقول ان الحزب هيكسب الانتخابات، بس النسبه مش هتكون عاليه قوي. المعارضه عامله تكتلات لها تاثير، لازم ننشط شويه خصوصا في الاقاليم. مفيش مانع اننا نسافر كم محافظة. ما يجراش حاجة يا فندم. لازم نهتم شوية بنا. الو؟ اديها لي. اهلا يا مدام. ايه الهيصة اللي انت عاملاها دي؟ انت مالك ومال الحكومة؟ وده معقول ده؟
مش وقت الكلام ده دلوقتي، احنا ملخومين جدا في الانتخابات. اللي انت بتعمليه ده شوشرة، والمستفيد منها احزاب المعارضة. يا ستي طولي بالك بس، كل حاجة وليها حل. خلاص اوعدك انا بنفسي هخلص الموضوع ده. باي باي. لازم نهتم شوية بالاقاليم. انت معايا يا عبد الحميد؟ ايوه يا فندم طبعا مع سعادتك. ايه كريستال عجبك؟ في الحقيقة يا فندم عجباني. خلاص خدها. بس لا تكون عزيزة عند سعادتك ولا ليها مناسبة. هي فعلا عزيزة عندي بس ما تغلاش عليك. اتفضل. متشكر يا فندم. متشكر. التليفون يا سيد. مدام سونيا لو سمحتي. عبد الحميد رأفت. يلا يا حبيبي تعالى. شاكي شاكي. يلا يلا. خلي نور بس خلي نور. يلا يلا. يا استاذ. لا ما تخبر في وشك. ايه اللي خلاك غيرت رايك؟ اقتنعت انك صح. كل واحد يرقص بطريقته. صوره يا مدام للذكرى؟ ممنوع التصوير منفرد. تعالى معايا ناخد صوره هناك. تعالى يا جماعه ناخد صوره هنا مع بعض. تعالى هنا خد لنا الصوره دي كلنا مع بعض. تعالى يا جماعه. تحت امرك يا مدام. يلا يا اخوانا يلا مع المدام. تحت امرك يا ست. يلا 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 بصوا كلكم. ايوه 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 تاني يا مدام تاني. ايوه اضحكوا يا اخوانا اضحكوا. مع المدام. Thank you.